التجحيص في شارع الغوص مستمرة. معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباحي، وكيل وزارة الداخلية، المهنة، كل المسؤولين الداخلية، المواطنين عيزوا وهم يتصلون في الداخلية، عمليات، ألو عمليات، شوف الناس قاعد يقحصون في شارع الغوص، إذا بعد ساعة لساعة تجهزون دورية ويكون الحبيب خلص، شو تسمونه، خلص شنو؟ ها؟ خلص الجولة مالته ومشى. لمتى؟ والله ما ندري. منا لو مسؤولين في وزارة الداخلية سمعوا شكوى المواطنين ترى زهقوا، شو يسوون لهم يعني؟ حجزوه وسيارته وشوفوا لكم صرفة معاهم. والله عيب اللي قاعد يصير بالكويت، والله العظيم عيب. أعطوني التغريدة. من المسؤولين في وزارة الداخلية، للأسف بعض شبابنا